صباح الخير. لن تعلم أبدا مدى قوتك حتى تكون قوتك هي الخيار الوحيد أمامك. الأوقات التي نخضع فيها للاختبار في حياتنا هي عندما نملك الخيار لنتمكن من مواجهة المواقف، وعندما تتمكن من فعل هذا ستتمكن من مواجهة التحديات، وستسمح لنفسك بأن تتحول لتصبح أفضل شخصية يمكنك أن تكون عليه. لا تقلل من قدر نفسك عندما تواجه موقفا عصيبا، بل افخر بقوتك. صباح الورد.